انطلقت منافسات بطولة إفريقيا لكمال الأجسام واللياقة البدنية اللي بتستضيفها مصر وبتنظمها بمشاركة 13 دولة وبحضور من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفون الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير منا، صباح الخير محمد. صباح النور يا فندم. متعلقين دائما ان شاء الله. شكرا ليك دكتور، يعني احنا مبسوطين جدا من ان احنا بننظم بطوله بالحجم ده بالتواجد الكبير اللي موجود ده. لو حضرتك تحكي لنا عن تفاصيل المنافسات اللي موجوده في البطوله، الاعمار اللي بتشارك، والبطوله كانت مقامه في اعتقد في اتحاد الشرطه في صاله مغطاه. بالظبط يا بنتي، البطوله مقامه في الصالة الكبرى لاتحاد الشرطة الرياضي. الصالة ما شاء الله عليها عبقرية وجميلة، والبطولة بتقام على مدار 3 أيام. اليوم الأول اللي هو كان يوم 6، ده كان اليوم الخاص بالموازين والمقاييس والتسجيلات بالنسبة للاعبين. اليوم الثاني اللي هو امبارح كان المنافسات في اللعبة، عندنا اسمها الكلاسيك وعندنا لعبة تانية اسمها الكلاسيك فيزيك. دول في مراحل الناشئين تحت 23 سنة، وعندنا بعد كده مراحل الرجال، وعندنا بعد كده مراحل الأساتذة. الأساتذة دي بتبدأ من فوق 40 سنة، ثم 45، ثم 50، ثم 60. عندنا امبارح لاعبين كتير قوي ما شاء الله فوق 70 سنة من القارة كلها شاركوا في بطولة الأساتذة، واحنا بنحترم جدا بطولة الأساتذة وأبطالها عشان نقول إن الرياضة ملهاش ليميت أوف تايم، يعني أي واحد في أي سن يقدر يمارس. النهارده نفس الكلام هيكون، لكن مش في الكلاسيك ولا الكلاسيك فيزيك. النهارده هيبقى في البادي بيلدينج نفسها، وتنتهي البطوله النهارده مساء. البطوله اول يوم اللي هو يوم 6 حضرها الدكتور رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي، وده راجل قيمه كبيره لانه بيرأس اتحاد دولي في 204 دوله، يعني اكبر من الامم المتحده. الامم المتحده بالتالي 196 دوله، الاتحاد الدولي اللي كمال الاجسام في 204 دوله. اول امبارح برضو عملنا الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي، عملناها في نادي يخت الشرطه، وحضرها ال 13 دوله المشاركين في البطوله. جميل. وكانوا كلهم موجودين على ارض الواقع، كانت حاجه مبهره. يعني مشاركه قويه دكتور عادل من كافه الدول في القاره الافريقيه. حابب اسال حضرتك، يعني الفتره الاخيره مصر يعني بقى اسمها كده زي الذهب في عالم رياضه كمال الاجسام واللياقه البدنيه، انجازات كتيره بنحققها، ابطال يعني كبار بجد رفعوا اسم مصر وشرفونا في محافل رياضيه كتير. حابين نتكلم اكتر على المساهمه المصريه والمشاركه المصريه وكمان الاعداد لهؤلاء الابطال، لان انا عارف ان الاعداد ما هوش سهل وبيتطلب فتره طويله من الزمن وتدريبات شاقه كمان. الحقيقه كلام حضرتك مظبوط. اخر 30 سنه بطولات العالم بتقام مره كل سنه. اخر 30 سنه مصر طلعت الاولى على العالم. صحيح. 13 مره. صحيح. منهم 9 كونسيكتيف ورا بعض. تاني العالم 8 مرات، ثالث العالم 3 مرات. الحقيقه في عناية كبيره جدا من الدوله لكمال الاجسام. امبارح شرفنا معالي الوزير اشرف صبحي وقعد مع اللعيبه فتره زمنيه طويله تصل لحوالي 3 ساعات، ووزع الجوائز بنفسه ونزل اختلط باللاعبين من كل القاره وسلم عليهم جميعا. فمصر دولة رائدة في الرياضة. كمال الأجسام احنا أبطال العالم. وزارة الرياضة والشباب لا تألو جهدا انها تقدم الدعم، ولعل أبرز ما يؤكد هذا تفضل سيادة الوزير بوجوده معنا لمدة طويلة امبارح. مفيش عمل بيبقى منظم ومخطط له بشكل سليم ومدعم ماديا إلا وبينجح كمال الأجسام. منظومة مصرية عالمية مشرفة. مش الاتحاد بس المسؤول عن النجاح، لا كمان الوزارة
لا كمان الساده المحافظين اللي بنشارك فيهم الحقيقه كمان الاجسام مشرفانا جدا. اكيد احنا يمكن لعبنا بمختلف الاعمار، كان من اول الناشئين تحت 23 سنه وصولا للبطولات لفوق 40 وفوق 50 وفوق 60 كمان. اعتقد ان احنا شاركنا بفئه عمريه متنوعه جدا دكتور. طبعا المصريين كان لهم السبق لان البطوله معموله على ارض مصر، واحنا سمحنا لكل الابناء اللي عاوزين يشاركوا في البطوله ان هم يشاركوا، فالاغلبيه الكبيره من اللاعبين موجودين من مصر، والتميز موجود كمان. احنا اعلنا عن البطوله وما عملناش اختيارات، يعني كل واحد مصري في اي حته على ارض مصر من اي كفر من اي نجع من اي محافظه كان عاوز يشترك اشترك، ودايما البطولات اللي زي ديت هي اللي بتثمر عن التميز الجديد، لان التميز ما بيفضلش عايش العمر كله، لازم يتكرر والدماء تتكرر. ده اللي كان موجود، وزي ما قلت لحضرتك امبارح انا شفت مع معالي الوزير لما نزل يسلم عليهم، انا شفت اكثر من 7 لاعبين سنهم فوق 70، طبعا ليهم كل الاحترام والتقدير، واللعبه مفتوحه لكل الاعمار. احنا بنعمل كمال الاجسام للبطوله وبنعمل كمال الاجسام للصحه العامه، وبدانا نتطور في العاب اخرى يرتبط فيها الطول مع الوزن، وده يعني عامل نشاط. شايف المجموعه اللي قدامي كده في الصوره، الجمعيه طابور العرض حاجه مشرفه وجميله وبجد تحيا مصر. أكيد يمكن ده واحد من المميزات الكبيرة اللي دايما بتجنيها الدول المضيفة للبطولات الكبيرة سواء البطولات الأفريقية أو البطولات العالمية، إن ده بيفرق في الرانكينج أو في التصنيف للاعبين، لأنها بتسمح بالمشاركة لكتير من اللاعبين المحليين اللي ما بيكونش ليهم فرصة سفر قبل كده، وده اللي بتسعى له يمكن مصر في الفترة الأخيرة من ترتيب وتنسيق للمباريات على أرضها. كل الشكر ليك الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام.